عم شكشك يا عم شكشك. في ايه يا واد يا موزة؟ عامل دوشة على ايه؟ عاوز اسألك عن حاجة مهمة يا عم شكشك. اسأل على طول وخلصت. عاوز ايه؟ هو اصل الضفرسوار ده؟ الضفدر دار يا جاهل. ايوه هو الله ينور عليه. ماله اصل الضفدر دار؟ هو مكانه فين ده؟ الله اعلم يا موزة. معقول القصر ده ممكن يكون في حارتنا يا عم شكشك؟ ما انا بقول لك كان مكان الخرابه يا اخي. مكان الخرابه؟ ايوه، اتبنى في نهايه عصر العثمانيين وبدايه عصر محمد علي. هات الكتاب اللي هناك ده وانا احكي لك اكتر عنه، ولا اقول لك خليك اخويا لحسن طاقع المكتبه تاني هجيبه انا. الدفتر دار ايوه اهو الدفتر دار ده كان اسم بيطلق على امين خزائن مصر المحروسة، زي مثلا ابراهيم باشا الدفتر دار ومحمد باشا الدفتر دار. ايه شكشك يا ابني، ايه تنبت ولا ايه؟ ايوه يا بابا، يبقى نكمل الصبح بقى وعلى خير يا بابا. الحقوني تعال يا جماعه، الصوت جاي من هنا باين عليه ورع من الحفره. هات اخوانا كشاف بسرعه. عدي جيب كشاف. نور يا موزه هنا نور. اهو يا عيني يا ابني، ده لو كلش ابن خالتي شلبايه بتاعت الخضار. طب خليك منور بسرعه، مد ايدي اجيبه. على مهلك يا حسن. ده مين ده ولا ايه؟ تعال يا ابني. بالراحه. حد ياخد بيدي انا كمان. اطلع. الحمد لله. قوم اذهب الان الى المكان المهدد، حدث التطورات. تطورات ايه؟ انا ماشي والدنيا كانت هاديه. يوجد باب سري في البير، يجب الوصول اليه بسرعه. يلا روح اتحرك. علم وينفذ يا بص. الحمد لله على السلامه يا كنس. الحمد لله ربنا قدر ولطف، بس انا عايز اعرف ايه اللي جابه في الخرابه الساعه دي. يا سيدي كانوا بيلعبوا كوره. كوره؟ حد يلعب كوره في وش الفجر يا عم؟ كوره ولا مش كوره؟ هنحجز دلوقتي. ارفع الواد خلينا نوديه للدكتور عدوي. يلا يا سيدي عدوي. يلا على بالك عليه. بالراحه. عامل هنا هتعمل ايه في الورطه دي دلوقتي يا وابي؟ يا ترى عامل ايه يا ابو صباع؟ ما توطي صوتك لحد يسمعنا. نروح في 60 داية. طب ممكن اسال سؤال تاني؟ عشان تكون عارف النحس اللي احنا فيه ده هو بسبب اسئلتك. سؤال واحد بس. قول وخلص. لو ابو صباع اتقفش هنعمل ايه؟ ابو صباع مين؟ ولا نعرفه طبعا. بليز، الناس متجمعين على ايه في الخرابه؟ لا ده واد واقف في البير وبيطلعوه. بير؟ الخرابه دي كان فيها بير قبل كده؟ بقول لك يا فندم، ما تشوف انت رايح فين وتسيبنا في حالنا. سوري، اي ام فيري سوري، انا ما اقصدش ضايقك يا بابا بيه. انت تعرفني؟ مين في الدنيا ما يعرفش واوا بيه وكمان فتله هانم، قصدي فتله باشا. انا كمان بقيت مشهور. بقول لك يا فندم، من الاخر انت عايز ايه؟ واوا اطمن، انا حبيب مش عدو. امال فين ابو ده؟ ابو صباع فين؟ ابو صباع مين يا باشا؟ ابو صباع نمبر 3 بتاعكم، التالت بتاعكم، مش شايفه معاكم يعني. ابو صباع يا باشا في ازمه وعايزين يخرجوا منها. وانا في الخدمه، بس خدمه قصاد خدمه وكمان مكسب. ايه رايك واوا بيه؟ وافق. اوكي، يبقى اتفقنا واوا بيه. حرك ايدك وصوابعك كده يا حبيبي. ايدك التانية كويس. حرك رجلك بقى. ايوه رجلك التانية. هايل. قول لي بقى يا بطل، ايه اللي واجعك بالظبط؟ دراعك ده في وجع؟ شويه. طب الحمد لله. بهروز يا بهروز. ايوه يا دكتور. هات القط والمطهر من عندك. فضل.
ايه ده يا بهروس؟ جايبني المقص اعمل بيه ايه؟ رجعه وهات القطن. يلا فضل امسك ايد الولد معايا يا بهروس. امسك ايد الولد كويس يا بهروس. صحصح معايا شويه يا بهروس. انت لقيته فين ده يا دكتور؟ مين الولد؟ ابو شبت اللي واقف نايم ده. ده قدري ده يا بهروس. اصحى معايا شويه. ايوه دكتور، اصل لما بقوم قبل ميعادي بفضل نايم برضو، وهم طبوا علينا زي القدر مستعجل. خلاص خلاص هات اللزق. يلا يلا لزق. ايه اللزق ده؟ اتفضل يا دكتور. قطعة تانية. قطعة تانية ما بيطلعش قطعة تانية. خلص. ايه اتفضل يا دكتور. يا بهروس امسك ايد الواد كويس. يا بهروس يا بهروس امسك ايد الواد كويس. بس خلاص سيبه. قال لك سيبه. ما تسيب يا بهروس انت ولا ايه؟ خير يا دكتور، الولد عنده ايه؟ الحمد لله هو كويس. انا هكتب له على العلاج هياخده، بس لازم يعمل اشعة النهاردة، يمكن عنده شرخ ولا حاجة. غريب قوي بهروس ده، بينام في اي مكان. واوا تا تا تا. انا جبت لكم ابو صباع عشان اثبت لكم حسن نيه الاول وبعدين نتكلم. طلباتك يا باشا. البير اللي الولد وقع فيه عايزكم تنزلوا تدوروا له فيه على حاجه. وماله الصباح رباح بقى. نو ايوه بس ناو. الدنيا ضلمه واحنا مش هنشوف حاجه خالص. ما بنشوفش. انا عارف انك انت عمي وبهليل، جبت لكم بكشافات اهي بتنور. امسك امسك. انت عايز ايه من البير يا باشا بالظبط؟ البير فيه حيطه سريه عايزين نوصل لها يا واوا. حيطه سريه ازاي؟ نياو نو كويتشن واوا. انا ما حدش يسالني يا واوا، انا بس اللي اسال. فاهم ولا لا؟ لا مش واوا اللي تعمل معاه كده. انا واوا بيه. الزرطه ما تعرفش انا مين. انت واوا بيه. اوكي على فكرة واوا، أنا اخترتك من وسط ملايين لأن فيك شوية مواصفات عجباني. سريع البديهة، قوي الشكيمة، قوي الشخصية، طويل القامة، عريض المنكبين. عشان كده أنت اللي هتنفذ المهمة دي واوا. باشا يا باشا هننزل البير وننفذ طلباتك. هو دور سعادتك بقى في العملية إيه بالظبط؟ أيام؟ أنا هقعد في مكان آمن عشان أراقبكم، عشان لو اتقفشتم أنا جو. اصبر يا بوجي لما طماطم تصحى من النوم علشان تتسحر معانا. ايه يا طمطم بقى؟ أنا جعان، وبعدين أنا بذلت مجهود وشاركت مع أهل الحارة في إنقاذ الولد. أنت اللي أنقذته برضو يا بوجي؟ ولا كنت بتتفرج؟ لا طبعاً اتفرج ده وبتاع ايه؟ انا روحت عشان اساعد في انقاذ الولد بايدي. انا عارفة يا بوجي بس بضحك معاك. نزولك للخرابة في وقت زي ده دليل على الايجابية. كان ممكن تفضل نايم وتقول وانا مالي زي الناس السلبيين. يا طمطم انا بعتبر اهل الحارة دول كلهم اهلي. حاجة جميلة يا بوجي ان كلنا نحس ببعض. يا طماطم اصحي يا طماطم. بوكي هيخلص الأكل. ها كل واحد يدور في حتة. اتفضلوا. طب ممكن بلا وسمحت يعني أسأل سؤال؟ مش أنا بتشائم منك ومن أسئلتك الرخمة يا رخم.
معلش يا بابا استحملني، ده هو اسأل واحد بس. اسأل وخلصني. هو احنا بندور على ايه؟ اه صحيح، هو احنا بندور على ايه؟ بندور على حيطة سرية. حيطة سرية؟ طب والحيطة السرية ولا المخفية دي هنشوفها ازاي يعني؟ يا ابني دي حيطة سرية، سرية، انت تشوفها ليه؟ سرية. يعني لابسة طاقية لخفة يعني؟ لابسة طاقية لخفة؟ ده احنا كده ممكن نقعد ولا سنة كاملة ولا هنلاقيه. بقولك ايه؟ دوروا من سكات، دوروا من سكوت. اسكت ساكت. حاضر 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 يا بابي، حاضر حاضر. يلا يا فتلة، يلا فتلة ندور، يلا فتلة. ها لقيت الحيطة السرية؟ لقيت الحيطة السرية يا ابو صباح. لا حيطة سرية ولا حتى باب سري حتى. طب يلا يلا بينا من هنا يلا. طب استنى بس يا بيه، وانت لقيت الحيطة السرية؟ انت متخيل ان وشك النحس ده يجيب حيطة سرية او علانية؟ بقولك ايه، ما تيجي نخرج من هنا يلا. صباح الخير يا ابراهيم. صباح الخير يا حسن. راح في المفتاح ده؟ ايه بتدور على حاجه حسن؟ يا اخي المفتاح بتاع الدكان مش لاقيه. بتدور عليه كويس، يمكن سبته كده ولا كده. دورت في كل حته في الشقه ما لقيتوش، قلت يمكن نسيته هنا في الباب، جيت برضه مش لاقيه. ما يكونش واقع منك في الخرابه امبارح. والله عندك حق، هروح ابص عليه. صباح الخير يا عم حسن. صباح الخير يا بوجي. ايه يا عم حسن، في حاجه وقعت منك ولا ايه؟ ده المفتاح بتاع الدكان مش لاقيه، قلت اروح ادور في الخرابه يمكن يكون وقع مني امبارح وانا بطلع الولد. طيب انا هاجي ادور عليها معاك. كتر خيرك يا بوبي.